المله يعني حاب انه يشاركنا في هذه الحلقه. نائب ساو صالح المله ابو محمد، مساك الله بالخير. مساك الله او صبحك الله بالخير يا ابو جوهر. صباح النور، حياك الله. كيف صحتك يا حبيبي؟ حياك الله. اصبح عليك وايضا على ضيوفك الكرام، اخوي الكبير اللي والهانين عليه ابو بدر، واخوي الاخر الكبير ابو تركي، والدكتور صقر اخوي العزيز. انا حقيقه يعني انا مستغرب جدا بانه حواركم، مو بس بهالحلقه لكن هالحلقه استفزتني، لانه في شخصيات مهمه جدا يفترض ان تضع النقاط على الحروف. نعم. حتى في حلقات اخرى الحوار يدور حول اتحاد كره القدم وكان هذا الاتحاد شرعي. انا سؤالي موجه اولا، الشق الاول من السؤال لضيوفك الكرام وتحديدا للاخ الكبير العزيز ابو بدر النصار، وايضا الى الاخ الشيخ احمد اليوسف بتركي. نعم. الان سلمته بالامر الواقع. نعم. اصبح هذا الاتحاد شرعي واحنا. نعم. نناقش اخطاء ولا لجنه الحكام اخطات ولا كذا، لا الاتحاد ولا لجنه حكامه ولا كل لجانه، هذا الكيان الهلامي اصلا لا ينتمي لدوله الكويت بصله. انا اتكلم من الناحيه القانونيه على الاقل. نعم. هذا اولا. ثانيا السؤال الاخر الموجه لمجلس اداره النادي العربي، طيب انتم قررتوا عدم الانسحاب، رغم اني انا لو كنت صاحب قرار لانسحبت، مو من البطولات اللي يهيمن عليها ويسيطر عليها الاتحاد الغير شرعي، بل من المباراة. نعم. ولا حد يحكي لي عن احترام سمو العهد، لان طلال الفهد ما احترم سمو العهد. نعم. بهذه التصرفات. لذلك انا اعتقد بان النادي العربي اليوم مطالب بخطوه، ان لم ينسحب والان اعتقد اتخذ قرار بعدم الانسحاب، لكن مطالب بخطوه وخطوه واضحه، مو تروح ترفع قضيه تتظلم من العقوبات، لان هذا بحد ذاته اعتراف مباشر بشرعيه الاتحاد. نعم. لا، المطلوب رفع قضيه مباشره بالطعن بهذا الكيان المغتصب. نعم. لاختصاصات غيره، كان يفترض يكون هناك رياضيين حقيقيين ملتزمين بالقانون، وانا هذا الكلام مو من عندي، هذا الكلام. نعم. مؤخرا وزير الشباب الشيخ سلمان محمود اعترف باجابته على النائب الفاضل فيصل الشايع بان هذا الاتحاد غير شرعي. نعم. وبانه هو متحفظ على. نعم. على الكتاب اللي طلع من الاخ فيصل الجزاف رئيس. نعم. الهيئه. نعم. السابق. نعم. في موضوع الاشهار للاتحاد. نعم. اذا هذا الكيان غير شرعي يا اخوان، ترى حلقتكم هذه مع كامل الاحترام والتقدير ومعزه لكم كلكم وللقناه تحديدا، انا اعتقد بان كل هذا الكلام ما له معنى، لان احنا حديثنا اليوم يفترض ان يكون باتجاه هل هذا الاتحاد شرعي ولا مو شرعي، واذا مو شرعي شلون نتعامل معه. نعم. وانا اعتقد، ومو بس انا اعتقد، القانون ووزير بحكومه دوله الكويت يعترف بان هذا الاتحاد غير شرعي. نعم. انا اليوم وكما اعلنت من قبل اسبوعين باتجاه توجيه دعوه قضائيه لاسقاط هذا الكيان الغير شرعي وحل هذا الاتحاد. نعم. من خارج عن القانون. ممتاز. اتمنى ان تكون هناك يعني ذره شجاعه عند الاخوه في مجلس اداره النادي العربي ان ينضموا لي بهذه الدعوه ان. نعم. كانوا صادقين، لانهم اعترفوا ان هذا الاتحاد غير شرعي اخيرا. وان تاتي متاخرا خيرا. ممتاز محمد، وصلت الرساله، بس لان ما بقى لي وقت، انا باقي لي فاصل وراح يجاوبون الاخوان، انا وجهت انت السؤال. مشكور الأخ العزيز صالح محمد الملا، فاصل ومن ثم